تعليق بعد الكشف عن وجود أسلحة نمساوية مع الجيش الروسي. المفوضية الأوروبية تدعو النمسا إلى مكافحة التهرب الضريبي. وزير الخارجية في السعودية يبحث القضايا السياسية والاقتصادية. السجن المشروط لطالب لجوء فلسطيني أردني مجد حماس. ومحامية تطالب باعتذار وزير الداخلية بعد إهانتها في مظاهرة لفلسطين. وأخيرا الخط الساخن يتلقى 116 اتصالا حول أطفال مفقودين في النمسا. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة، كشف برنامج سيب نقلا عن موقع ذا انسايدر الروسي أن الآلاف من الأسلحة النمساوية وصلت إلى الجيش الروسي بعد بدء الحرب رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي. وتحظر النمسا توريد الأسلحة لأطراف النزاع، فيما أكد مصنع الأسلحة شتاير أرامز وجلوك أنهم يجهلون كيفية وصول أسلحتهم إلى روسيا. وأوضح تيم كاستاين رئيس شتاير أرامز أن الشركة لم ترسل أسلحة مباشرة إلى روسيا، مرجحا أن الأسلحة وصلت عبر دول ثالثة. وتعتقد وزارة الاقتصاد أن الأسلحة تم بيعها عبر دول أخرى، وفي حال تأكيد ذلك ستبدأ المخابرات في التحقيق. حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي النمسا وخمس دول أوروبية أخرى من عدم الالتزام بتنفيذ توجيهات الاتحاد لمواجهة التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبيرة. ويهدف القانون الذي أقر في 2021 على إجبار الشركات التي يزيد حجمها المالي عن 750 مليون يورو على الإعلان عن الدولة التي تدفع فيها ضرائبها. وحذرت المفوضية من أن التأخير في تنفيذ التوجيهات يقلل من ثقة المواطنين في عدالة الأنظمة الضريبية. وأمهلت المفوضية النمسا شهرين للرد على الإدعاءات، وقد تحيل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لزم الأمر. بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية. واستعرض الجانبان أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأشاد شالنبرغ بدور السعودية الحكيم في منطقة تشهد اضطرابات كبيرة، وأضاف: نشارك قلقنا بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، ونسعى لحل مستدام على أساس حل الدولتين. وبحث شالنبرغ مع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم رؤية السعودية 2030. حكمت محكمة سالزبورغ على طالب لجوء فلسطيني أردني بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لدعمه منظمة حماس ونشر دعايتها عبر الإنترنت. ونفى الرجل دوره وأكد عدم تأييده للهجمات الإرهابية، مشيرا إلى عدم قراءته التعليقات المؤيدة لتدمير إسرائيل. المتهم والذي ولد في الأردن وطلب اللجوء في النمسا أدين بأربعين جريمة متعلقة بدعم الإرهاب والجماعات المسلحة، كما أنه نشر مواد داعمة لحماس وشارك في نشر منشورات تحريض على العنف، فيما أكد محاميه أنه غير متطرف ويحترم القوانين. طالبت المحامية البارزة إستر فاغنر باعتذار شخصي من وزير الداخلية النمساوي، وذلك عقب فض مظاهرة داعمة لفلسطين يوم الخميس. ونظمت تظاهرة في فيينا لصالح فلسطين، وانتهت بتفريق المشاركين وتوجيه دعاوى تحريض ضد أربعة أشخاص من بينهم المحامية،
وحسب الشرطة تم تفريق التظاهرة بعد ترديد شعارات معادية لإسرائيل مثل من النهر إلى البحر. ونفت المحامية التهم وتقول إن الشرطة استخدمت القوة بشكل متعسف وتعتزم رفع 4 دعاوي قضائية. تلقى الخط الساخن رات أف درات للأطفال المفقودين في النمسا على الرقم 116 اتصالا في العام الماضي بشأن حالات متعددة. وتتماشى هذه الأرقام مع الإحصاءات الأوروبية، حيث تلقت الخطوط الساخنة المماثلة في 32 دولة أوروبية 67,345 استفساراً بشأن 7,262 حالة، وتشمل غالبية الحالات أطفالاً هربوا من المنزل بنسبة 69%، بينما كانت 16% حالات اختطاف من قبل أحد الوالدين، و 9% حالات أطفال مفقودين بسبب الهجرة حسبما أعلنت منظمة الأطفال المفقودين في أوروبا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.